السهر على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لا سيما الأدوية الأساسية، وذلك من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، فتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية والوصول إلى نسبة تغطية نقدر ب 70% من الاحتياجات الوطنية في المواد المحلية لمن الأولويات المسجلة في مخطط قطاعنا. فخلال سنة 2021 تم معالجة 1333 دواء من إنتاج محلي مقابل 337 دواء مستورد من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. كما أضيف في إطار ضمان الوفرة دائما وكذا الوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية لا سيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد 19، عملنا على محاربة كل الممارسات الغير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بالتسخير المؤسسة الصيدلانية للإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة. الصيدلية المركزية المستشفيات هي اللي تشتري الأدوية لكل المستشفيات عبر كل وطن. دونك تو لي زوبيتو سي اون سنترال داشا دي ميديكامون كي في فاس او دوموند دي زوبيتو. حافظوا عليها كثير كثير كثير. ما تقدرش، مستحيل ان تكون الصيدليه المركزيه المستشفيات غير قادره عن اعطاء ولا كيفاش يقولوا لابروفيزيونمون نتاع المستشفيات نتاعها، مستحيل ما نقبلوهاش ابدا. ممكن يكون وقت يخص الدواء ولا ما نعطولوش كلام كثير ولا تومبورير. هاي هي راهي تعمل، عندها ثقه تامه بالنسبه لنا مع المديرية العامة للصيدلة بالنسبة للوزارة، وعندنا كل يوم بالنسبة لكل مستشفيات في الغرب في الشرق في الجنوب في الشمال مستشفيات ساعات الدواء ما يلحقش ولا الدواء يخص أيام ولا حنا اللي باش نطمنوا المواطنين أن الصيدلية المركزية المستشفيات تكون كل يوم جاهزة بالأدوية بخصوص أدوية لمحاربة السرطان. وإن اهتمامنا حالياً ما دام الحمد لله ربي بعد علينا هذا الوباء اهتمامنا بالسرطان، لان كنا نعرف ان السرطان مرض خطير ومنتشر ويزيد ينتشر. اهتمامنا حاليا حنايا هو معالجه السرطان، وبالخصوص ننطلق في هذه السنه ان شاء الله بالمخطط الثاني بالنسبه للسرطان دوزيام بلان كونسير، هو تكريس المخطط هذايا في الميدان. concernant l'oncopédiatrie nous n'avons pas de rupture, tout est rentré dans l'ordre. Nous recevons d'ailleurs ce samedi, concernant le fameux méthotrexate du 500 mg et du 1 g, des quantités pour une couverture de 12 mois, en plus de ce que nous avons reçu dernièrement. Donc la vincristine et l'asparagina sont là depuis longtemps, il restait le méthotrexate, donc tout est là, et contrairement à ce que certaines personnes ont affirmé, en disant qu'il manque des produits pour les enfants cancéreux, ce qui n'est pas vrai.